عصام، كيفاش كان الحفل نتاع اليوم؟ الحمد لله كان في المستوى، وعرضنا الثمان قطعة ديال الرجالي وثمان قطعة نسائي، والحمد لله داز كل شيء في امان الله. وكان والحمد لله الديفيلي داز في اجواء ممتازة، وكان كل شيء مزيان من ناحية التنظيم ولا من ناحية المشاركة ديال المصممين الازياء المغاربة ولا الاوروبيين اللي كانوا معنا. عصام تبارك الله عليك، وبهذه المناسبة كنهنيو وكنتمناو لكم مزيد من التوفيق. وهذه هدية بسيطة من قناة التجارة الفضائية. شكرا شكرا لكم بزاف، وشكرا لقناة السجاير اللي هدتني هذه الهدية اللي غتبقى تذكار في حياتي، وشكرا كثير شكرا كثير للشيخ فيصل القاسمي اللي منحنا هذه الجائزة هذه. نشكره بزاف، ميرسي بوكو، شكرا.